بالذات، وممكن كنت معايا الاسبوع اللي قبل معاك كلمت على الراجل انت ان هو لازم يمشي، المفروض لازم يمشي. ما انا قلت كده بيضيع ده زمان بيضيع وقت معايا يعني. لازم يمشي او مش، هل الامور ممكن تتحسن؟ بالاضافه طبعا لقرار خاص بفتوح، الحقيقه كمان ده قرار مفاجئ ممكن للجميع، ان بعد ما انت بتتفق معاه انك 40 ولا 50 ولا 30 واخد مقدم قد ايه بتقول انا مش عايزه. بص فاروق، خليني اقول لك يعني ده قرار لما يكون الشرق المصري كله خصوصا جنب بصفه عامه وبصفه خاصه جمهور نادي الزمالك راضي عنه، يبقى القرار ده محترم والقرار جه في وقته، وانا مع القرار ده وبجد يعني انا بسقف لهم على وجهي. ليه يا كابتن؟ حلاوتي الاثنين في اثنين لعيبه بيلعبوا في منتخب مصر ومنتخب اولمبي اساسيين وعندك وافقيت، بس انت دلوقتي فضلت كاي نادي الزمالك وجميع نادي الزمالك عن اللعيبه، وانك تاخد قرار بالشكل ده في وقف اللعيبه دي او عرضها للبيع على السلامه. اتكل على الله يا عم، غيرك بطل مش تفرق يعني. هو القرار بناء على خروجهم بس من المعسكر ولا عشان امور اخرى خاصه بالتجديد يا سامي؟ لان البعض يقول لك خلاص اداره نادي الزمالك مش قادره اصلا تجدد لفتوح بنفس المبلغ، فبالتالي اخذت القرار من قصيرها وقالت المشكله دي جت يلا بالمره عشان ما يبقاش شكلي وحش. ما الناس دي مش جايه لفتوح بس، الناس دي جايه تشتغل في النادي. اشتغلت مع فكره فاروق، اشتغلت مع كابتن حسين لبيب، واشتغلت مع كابتن احمد سليمان، واشتغلت مع حسام مندوب، اشتغلت مع حسام مندوب، اشتغلت مع ثلاثه. الثلاثه دول عارفهم كويس قوي. الثلاثه دول جايين مش ملف مفتوح بس، وعندك ملفات ثانيه. انا عايز ارجع اخد افريقيا وفتح القيد واشتري لعيبه واجدد لعيبه وامشي لعيبه واسوي لعيبه، فتوح بالنسبه لي اصلا بالنسبه لي حاجه قد كده، حاجه لا تذكر في كارت الاداره. بس دي قاعده شعبيه في الوقت الحالي يا اسامه. علي يعني الجماهير بتطالب ان فتوح يبقى موجود. كره القدم بالنسبه لي كره القدم فرق عودتنا حاجه كويسه قوي. اللي بيحكم الشارع والجمهور العظيم جمهور الزمان، الجمهور حكم مش عايزه والاداره نفذت، ده اللي المكسب بالنسبه لي. كان يروح الاهلي، ما في ناس راحت الاهلي وهي زملكاويه على امام عاشور، والنادي الاهلي كان بياخد اربع بطولات في الموسم، راح خسر بطولتين وامام عاشور خسر معايا 50 بطوله، ايه المشكله يعني؟ ده في كلام في النادي الاهلي كمان ان لما جه ضربه الجزاء في ماتش سان داونز اول مره اشوف في النادي الاهلي ان محمد الشناوي وعلي معلول يروح يقول لك امام عاشور شد يشيل روح الكولر، يقول له امام عاشور شد ضربه الجزاء. اللي في الاهلي دلوقتي احنا الايات قلبت، نادي الزمالك بقى كام مبادئ دلوقتي هي اللي بتتحكم فيه رغم وقف القيد. هقول لك بس واحده واحده، عمرها ما هتتقلب. ليه؟ في مواقف معينه ممكن تبقى خارجه يعني في توقيت ممكن يكون في عصبيه فيه، لكن في الاخر خلي بالك ما اعتقدش على ضربه الجزاء اللي هي ما اتحسبتش اصلا، ما اتحسبتش. من امتى لعيبه النادي الاهلي بتروح تقول للمدرب كذا كذا؟ ما حصلتش في التاريخ. على بعض عشان المكسب. لا يا باشا، في لا في خطه. هو ده حصل فعلا؟ حصل. شفته؟ حصل. سمعته؟ حصل. هو كان في فيديو كابتن نزل عن الشناوي جري على الجهاز الفني والكهرباء تقريبا وعلي معلومه مع ان الصوت كان طالع ان خلي امام عاشور هو اللي يشوط ضربه الجزاء لما الحكم راح للفار، وفي الاخر الحكم اصلا ما حسبهاش يعني. ما انا بقول لك يعني ودي فيها مشكله. في ايه؟ فيها مشكله ان حتى كابتن مدرب كبير في المحاضره بتقول في 1 2 3 هو اللي هيشوط، وفي مدرب انا شوط وضيع وجاي جت. ما انا خلاص كلام، خلاص كده مش هقول لك، خلاص كلام هقول لك ولا خلاص كلام. لما مدرب يتدخل في مالوش فيه يبقى خلاص نلغي المدرب، مش ده مدرب، ده في مدرب ومخطط احمال وحل الاداء ومساعد مدرب ومدير كوره، ده كله على الدكه مش عاجبك، وانت تيجي من حراسه المرمى تروح تقول للمدرب المدير الفني اللي هو كان اصلا معسكر معاك اللي هو بيمرنك بقاله سنتين على ضربه الجزاء وعلى وعلى وعلى، تقول له خلي بعد اذنك معشور يشوف. وانت لما كنت لعيب ما جاش وقت من الاوقات رحت للمدرب قلت له غير؟ ما اقدرش المدرب اللي غير، ما اقدرش. ليه؟ حاسس اللعيبه بتشوف الحاله الفنيه اللي حواليك. انا وانا بلعب كنت ساعات بروح على الخط، وكابتن محمد فاروق كان بيشوف لعبت معاه ومرنته، كنت بروح على الخط اكلم كابتن فلان خلي بالك في فلان مش قادر، فلان ممكن يغير، بلاش فلان، والراجل كان بيقول كابتن فريق كابتن دورك. طبعا انا بتفق معاك، خلي بالك شايف ان دي فيها مشكله. موضوع التغيير مش موضوع التغيير نغير موضوع التغيير ده عادي. كهربا خد ضربه جزاء، كهربا خد ضربه جزاء في ماتش السوبر كازو 1-0 و2-0 على النادي الاهلي، خلاص خلص ضيعها، خد الكوره كده لوحده وهو مش موصول على ضربه الجزاء وضيعها. في قرارات مصيريه ما بتتاخدش، ده قرار مصيري، انما تعبان اغير ده مش قادر ده عادي طبيعي. بس فكره الايه اتقلبت دي مالهاش دعوه خالص باللي انت بتقوله. كابتن مصر انت وديتني في حته مالهاش دعوه خالص بالزمالك. رؤى بعد اذنك، ممكن بعد اذنك عايز نادي الزمالك ياخد القرار ده. نادي الزمالك ياخد القرار الاهلي بس، نادي الزمالك ياخد القرار ده وقف القيد ولعيبه دوليه. بس انا بس يا فاروق ايوه خليك في الزمالك، انا عايز احيي عليها. ايوه نادي الزمالك يتحيي على القرار ده، لكن مال الاهلي بالقرار يعني، يعني مالوش علاقه الاهلي.
حي نادي الزمالك وده قرار. هو دخلني لا دخلني في حته ثانيه. انت اللي رحت وانت بتتكلم. لا انت دخلتني في حته ثانيه بتاعت معشور. انا بتكلم في حاجه ثانيه خالص بعيد عنه. انت تقول لي ممكن يروح الاهلي. ممكن يروح الاهلي. اه فانت ما جبتليش ما جبتليش النادي الاهلي. بقول لك في ناس راحت النادي الاهلي والنادي واخد اربع بطولات في الموسم خسر بطولتين في شهر. فالنادي الاهلي مش بالنسبه له حاجه جامده على فكره. مش حاجه جامده يعني. في ناس راحت خسرت بطولتين في شهر. وارد وارد ان انا كفريق اخسر بطوله مش عشان خاطر اللعيب ده بقى معايا. ايوه انا بقول لك انا كان ممكن اخسره وانا مش موجود عادي. مش فارقه يعني. هي النقطه ايه؟ الموضوع مش لعيب, الموضوع فريق كامل. انت فاهمني؟ انا بقول لك هل فكره ماجد صارت. السلام عليكم, اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع. الكابتن أسامة حسن ضيف حلقتنا النهاردة. راجل كلامه دايما بيثير آراء السوشيال ميديا. النهاردة بيتكلم, بس هو عمل حركة حلوة. هو مؤيد قرار نادي الزمالك في الاستغناء عن كوان خارلوس أوساريو, وكمان عرض فتوح للبيع ومحمد صبحي والزنيري. هو قرار قوي جدا, والكابتن اسامه حسن وقف وسقف لمجلس اداره نادي الزمالك. ما هو انت عشان تكون ناجح لازم تكون قوي وصارم وحاسم في قراراتك. وزي ما بنقول دايما على قهوه الخواجه, حلاوه الدواء في مرارته. ما هو انت عمرك ما هتطلع خطوه لقدام وانت خايف تاخد قرارات قويه. هو فتوح بيتدلع, صبحي يعني مش الحارس بتاع نادي الزمالك. صبحي كلنا كنا كله كان فرحان لما تعاقد مع نادي الزمالك او رجعوا نادي الزمالك على عشان نبقى حرفيا يعني بنقول اللي حصل بالظبط. لكن يعني ايه زي تقدر تقول ان هو مش حارس جامد يعني. عواد لما بيقف بيصد صدات كده تحس تعرف قيمته في صبحي. وما زال مزبزب صبحي, وما زال لا يليق ب الليفل الاول اهل زمالك بيراميدز. ده يعني بمنتهى الصراحه. واحنا عارف احنا هنا في قهوه الخواجه بنطلع ونقول اللي بنشوفه عنينا واللي قهوه الخواجه تحب تسمعه مننا. الزناري يعني هو عدى من جنب نادي الزمالك, دخل نادي الزمالك, خرج من نادي الزمالك عادي جدا يعني. ولا عمل حاجه تذكر ولا عمل حاجه ما تذكرش. فالزناري عادي. لا وفتوح بيتدلع. فتوح انت عارف ان ده وقت طويل واللعيبه مش موجوده يعني اللي حصل ده يعني عليه علامه استفهام. انا عايز امشي. فنادي الزمالك وفر وقت, ما هو مجلس اداره الزمالك قال لك لا, بدل ما انت تقعد بقى ايه, بدل ما اخش في مجادلات وفي الاخر برضو تمشي. والارصه بتاعه سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه قال لك بقى نقصر الطريق من الاخر. عايز تمشي اللي يدفع يشيل. قرار قوي جدا. وطبعا بقى الكلام بتاع امام عاشور وبتاع انا اسيب حضرتك واسمع حضرتك في الكومنتات على كلام اسامه حسن حبيبي خواتم.